سيداتي آنستي والسدتي المش ممتاز واش غادي عزلها واش غادي يقول سميتها واش غادي تفكرها واش غادي يجبد سميت واحدة أخرى من غيرها وغادي يدير لينا المشاكل. والله نجينا ونجيك خديجة من المشاكل. أمين. شخبارك كلشي بخير؟ بخير الحمد لله. غادي نجربوا السي محمد هذه 6 شهور وانت معاه، انتم مخطوبين؟ خطبنا في شهر 3 وعامين وانا معاه. انت عامين وانت عندك مع علاقه قبل ما يجي يخطبك؟ قبل ما يجي يخطبني. وانت غادي تزوجوا؟ انت معولين تزوجوا ان شاء الله؟ عندي لاكت نهار 25/10. اخر فهاد الشهر هذا؟ فهاد الشهر اه. وعلاش باغي تجربيه؟ باغي ندير ليه مش مونتيس، حنتي فهاد العيد الصغير اللي فات عرضات عليا الوالده ديالو باش نمشي عندهم. ومن تغديت مشيت للبيت النعاس ديالو لقيت واحد التصويرات فيها هو واحد البنت معانقين فهاد الكادر في البيت ديال النعاس ديالو معلقه في الدار اللي ساكن فيها هو مع عمو دار بيت النعاس ديالو اه. وسولتي على التصويرات قال لك قال لي هادي بنت خالتي. وانت من التصويره من خلال التصويره بنت لك بنت خالته ولا ماشي بنت خالته؟ لا دار ماشي بنت خالته. ومعلقه التصويره قدام مو وبأمي سويت الوالدة ديالو قالت لي هادي واحد البنت كان كيعرفها عامين قبل ما يخطبك قبل ما يتعرف لي انا. انت درتي لونكيت؟ دابا ملي سولت هو قال لي هادي بنت خالتي وملي سولت هي قالت لي لا هاديك راه واحد البنت كان كيعرفها عامين قبل. وباقي مخلي التصويره ديالها تماك في البيت؟ لا دابا حيدها. دابا حيدها واخا؟ دابا رجعت مع هاد العيد اللي فات لقيتو حيدها. ويقدر يكون نساها؟ كان ناسيها؟ لا ملي قالت لي واتساب وبعد صاحبتي في تليفونها لقيتو كيهضر مع نفس البنت اللي معلقه في الفوطه. الشكوك كيفاش درتي باش تعرفي هادشي؟ درت واتساب ويب عند واحد البنت صاحبتي. درتي واتساب ويب ديال واتساب ويب والواتساب بحالو نيت في البيسي وشفتيش كيدير في الواتساب وباقي كيهضر معاها؟ دابا كان صيفط لها في الواتساب ويب قالت لي من كتبغيني الا تتزوج بهذيك خديجه. ايه قال لها راه الوالده ديالي اللي بغاتها ليا قال لها غنتزوج بها مده شهر وغنطلقها. من سولت هو قال لي لا غير ديجا غير كنضحك عليها باش دوز الامور بخير باش خلينا نتزوجوا اختنا الدريه المشاكل. هادشي روينه دابا انت حصلتي كيهضر معاها كيقول لها انه مجبر يتزوج بيك حيت الام ديالو اللي بغات وكيقول لك انت الوالد ديالو وكيقول لي انا في نص الوقت كيقول لي لا راه هذيك غير بندير لها خاطرها باش خلينا نتزوجوا بلا مشاكل. وهاد البنت هادي دابا انت كتعرفي دابا مخطوبين هادي 6 شهور وعامين انت كتعرفيه قبل وهاد البنت متى كان كيعرفها؟ قالت لي الوالده ديالو الوالده ديالو قالت لي كان كيعرفها عامين قبل ما يتعرف عليك انت هو قال لي غير بنت خالتي. واخا هادشي ما واضحش غادي نوضحوه دابا غادي نعيطوا عليه نقول ليه ربح مانام مش موم دورد ونسمعوا شدي عزك نتي ولا لا صاروا هادشي علاش انا شكيت يا خويا وبيت نجربه بيت نعرف راسي معان. واخا حيت الا كان ناوي معك معقول انت خصو البنت اخرى ما يبقاش خصو يقول لها لانه غادي يتزوج وانا راه خاطب وصافي سالينا انا شي في دخل واحد مثل نقول ليه هو علاش كتهضر معاه علاش انت من باغي سير عندها هي ولاش بلا ما تزوج بيا انا كيقول لي لا باغيك نمشي انا باغيك نمشي علاش باغي كيهضر معايا هادشي ما عرفتش مشكل هادشي ما عرفتش. واخا خديجه وانت هاد البنت هادي عمرك تلاقيتي معاها كتعرفيها؟ لا ما كنعرفهاش. لا معاكم في نفس المدينه؟ هي بنت اكادير معاها في نفس المدينه. باتي هو في اكادير وانت في الصويره. واخا نعيطو خديجه خليك معنا نعيطو مشتاق نعرف واش غادي يعزك انت ولا يعزل سميتها هي؟ سميتها نهيله. خديجه ام نهيله ولا كاميليا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي اش اخبارك لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله نقدم لك راسي معك كريمه من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه جديده سيدي يلاه حلينا في المغرب ومختصين في بيع الورود وفي اطار الاشهار والتعريف اكثر بالشركه ديالنا درنا واحد القرعه صغيره ومبروك عليك سيدي اليوم راك ربحتي معنا بوكيت فلوغ تقدر تهديه لاي واحد عزيز عليك فقط اعطيني اسم السيده نمره التليفون شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بلا ليفغيزون. بصحه وراحه سيدي لما تهديه
انا دواليك ان شاء الله. الا عندك سيدي شي علاقه رومانسيه شكرا بزاف، ولكن الا عندك شي علاقه هذه الفرصه ديالك. انا هادي ديالك بارك الله فيك سيدي، وما الا عندك شي علاقه هذه الفرصه ديالك. ما عندك حتى شي واحد في حياتك؟ لا. واش انت سيليباتير؟ اه هادي هي ما كترضش انا، هادي هي واحد كيعطي هادي خصها تقبل ياك سي محمد. سي محمد ياك الهديه خصها الهديه واحد كيعطيك الهديه كتقبل الهديه، هادشي اللي كاين. سي محمد بخير معك موم، واش اخبارك؟ بخير لاباس عليك الحمد لله اخويا. راك معنا في المشموم تيست. كاين واحد السيده اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك، اللي قلنا لك مشموم الورد وتعزلها، وقلتي انت راك سيليباتير ما عندك حتى واحد في الحياه ديالك ياك. سي محمد. الو سي محمد. نعم كنسمعني. كاين واحد السيده اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك، الا قلنا لك مشموم من الورد واش غتعزلها، وانت قلتي انت سيليباتير وبغيتي تعطيه الاخت كريمه من شركه ورود المغرب. واخا دابا السؤال هو شكون اللي معيطه على قبلك باش تجربك؟ ميلودا. ميلودا ميلودا هضري معاه، وماشي ميلودا اللي عيطات على قبلك، خديجه اللي عيطات باش تجربك سي محمد. وخديجه من قوه مصدمتها قطعات التليفون كاع، علما انه الشروط ديال المشفون تيست انه تكلم معاك وتهضر معاك. عرفتي شكون هي خديجه سي محمد ياك؟ لا ما عرفتهاش. ماشي هي البنت اللي خاطب انت؟ لا. ما خاطب حتى واحد؟ لا. هي بالنسبه لها هي انت خاطبه. بالنسبه لها هي كتضحك عليك. شكون؟ خديجة. نعم. سي محمد قال لك ما كيعرفكش. لا راه كيعرفني. هضري معاه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ياك سيليباتير انت. ما عندك حاجة في حياتك. غما ديك بنت. غما ديك باينة. بنتي على حقيقة كامل. ما عندك حاجة في حياتك. ميلودا. ما عندكش وحده في حياتك انت. شكون ميلودا؟ واش انت ميلودا ولا خديجه؟ ميلودا. انت ميلودا انت؟ عرفتك كيتصنت لهذا البرنامج بدل سميت، ولكن هو قال لك سيليباتير. لا ولكن بلاتي دابا ما تبقاوش تبدلوا سمياتكم الله يخليكم. هو كان عليه يختارني انا، هو قال لك سيليباتير. من الاول بغيتي يختار ميلودا، واخا هادشي اللي كاين، واخا. وانت خاطب ميلودا ياك اسمع من. ايه. وعلاش ما نزلتهاش في الاول فاش قلنا لك مشفون دور قلتي البنت قلت انت؟ كتبيع شي واحد يتفلى. لو ما تفلي ما واخا، وانت ما تفلاش في التفليه، حيت تفلتي في التفليه كيديروا المشاكل بحال دابا. واخا سي محمد. نعم. الله يعاونك اخويا، انا دوختوني اليوم. مي سميتك سميتها خديجه ولا ميلودا؟ ميلودا. علاش بدلتي سميتك؟ علاش؟ علاش؟ علاش انت هو كيتصنت لهذا البرنامج، دابا اللي قلت سميتي غيختارني. ولكن انا دابا عرفت كل شيء. كيفاش الا بدلتي سميتك غادي يختارك؟ دابا زعما انت الا بدلتي. انا ما بغيتيش يعرف سميتي، الحين انت قلت سميتي برنامج واو واو غادي يعرفني. ميلودا سميني مزيان. شوفي الناس كيديروا معنا مشهوم تيست، هادي مواسم ومواسم كيديروا معنا مشهوم تيست، والامور كتبان وكل شيء كنديروه. الله يخليك هنايا، ما انت ما تبدليش ناس السميه وتبقى تبدلي السميه. المهم دابا هو فاش قلنا ليه على انه راه شي وحده معيطه باش تجربك، قال ميلودا ياك. ولكن في الاول قال لك سيليباتير. واخا دابا انت اش غادي ديري؟ انا ما بقيت عارفه والو اخويا مومو. واخا الناس يتكلموا معاك صافي وغادي يهضروا معاك. يلا صافي يلا خليك معنا دابا شويه يتكلموا معاك الناس. 0 35 300 300 ما تبدلوش السميات ديالكم، احنا عارفين اش كنديروا. نتوما تجربوا تاكدوا مرحبا بلا ما تبدلوا السميات، بلا ما تدخلوا في هذه الشبوقات اللي ما عندكم بها حتى علاقه. خليكم معنا غيهضروا لنا شنو تقولوا لميلودا ولا لخديجه ولا مع شكون. 05 30 300 300 روناتنا خديجه، ما تبقاوش تبدلوا السميات ديالكم باش مونتيس الله يخليكم. كتجيو ديروا معنا مش مونتيس، خصكم تحترموا الشروط ديال مش مونتيس. ممنوع انكم تبدلوا السميات، ما فيها معنى. غادي ديروا مشفون تيست، غادي تجربوا صافي شي كي نقولوا سميتكم حقيقيه. دابا اللي وقع هو انه دابا خديجه جربات سي محمد، سي محمد ما عزلاش هي كاع في الاول، قال لها بغي يعطي البوكيت فلور، بغي يعطيه الكريمه من ورود شركه ورود المغرب، قال لها انت انا نعطيك انت انا نعطيك انت.
ما عزلاش بعد باش قال لي راه شي وحده معيطه لك باش تجربك قال ميلودا. من بعد عاد سخنا خبر انه ميلودا هي خديجه. حنا كنهضروا مع الاساس هي خديجه وراه هي ميلودا. دابا القضيه هو اللي فيها انه كاين ضرب صداق جايه هذا الشهر هذا وكاين مسائل معقوله اللي جايه. انتم اش بان لكم في هذا الشيء اللي سمعتوا في المشونتاج؟ شو تقولوا لميلودا ولا خديجه اللي بغيتي سيونس اللي بغيتي خديجه ميلودا بحال بحال؟ صباح الخير خويا بوبو. ولا كاع نسميوها خدودا. شو تقول خدودا؟ شو بتقولها؟ صباح النور اخويا. الله يحفظك الله يبارك فيك اخويا. اخويا انا في نظري ديال هذا السيد ماشي سيريو. لان اول حاجه بان الاخت كريمه كانت انسيستي واش عندك شي علاقه ولا ماشي علاقه. لا هو قال انني انا داخل في واحد العلاقه سيريو عندي خطيبه ديالي وكذا وكذا. يعني سافا با. سافا با ماشي سيريو. ونصيحه لاي واحد اي علاقه كتبنى والديبار ديالها على الشك وعلى هذاك الشيء من الاحسن سالي. الا ما كانتش ثقه واحد حب متبادل وهذاك الشيء من الاحسن ما ديماريش شي علاقه. واخا خويا واخا ينسى خويا شكرا لك بزاف. ميرسي بوك اخويا مومو صباحك مبروك. الله يحفظك اخويا شكرا. اسماء وي صباح الخير. شكرك بخير صباح الحمد لله. صباح الخير فاطمه لمياء عليكم. شكرا انت من فاس اسماء. اييه سي مومو من مدينتك. مرحبا الله يحفظك. الله يبارك فيك. بغيت نقول الاخت خديجه ولا ميلودا اولا ما كانش خصها تبدل سميتها لان البرنامج كيقول لك تقول الحقيقه لان السيد غيقول السميه كيتسميت البرنامج كيتسميتو كاع البنات اللي كيبغيهم ولا عندهم علاقه معاهم غيقول ان برينو دو فاسون هي ما خصهاش تبدل سميتها. ثانيا هاد السيد اللي طاس كيف قال الاخ دابا عاد دونك هاد السيده خصها تكون عندها كرامتها وتفهم راسها. ابن هاد السيد ما غيختارهاش هي. سي مومو لا لا كنسمعك اسماء. سمعتيني هذا هو الراي ديالي. السيده خصها تكون عندها كرامتها هاد السيد بويسكو ما اختارهاش وكتانسيست على الاخت كريمه كتقول له واش عندك شي علاقه واش عندك شي علاقه. سي باتر قال سي باتر قال لها سي باتر ما باش تضوف هادشي ياك ما باش ما كاين معقول. والاخت خديجه ولا ميلوده ما كانش صافي السيد ني با سيريو تخلي السيد يختار اللي بغا. هادشي اللي كاين وكان هذيك الساعه كان من الاول قلنا انه سميتها خدوده. داك الشيء كان خصها تقول تقوم بين ميلودا وخديجه خدودا خصها تقول سميتها لان هذا البرنامج هذا مش ممتاز ماشي ديال التفليه ولا شي حاجه لان داك السيد راه دو فاسون راه واخا كيتصنت كيف قالت البرنامج راه البرنامج غيقول ان برينو داك البرينو سوا هي سوا واحد اخر كيعرفها كيتسمعوا غادي يعرفوا بان كيتفلى على البنات. المهم ما كاين مشكله خديجه ما كاين مشكله اسمع ايوا نتمنى لها حظ سعيد يا ربي امين. هادشي ما معقول ما كاينش فيه. لا ما كاينش معقول جد انا بعدا ما شفتش لي سيريو في هذا السيريو. مزعلك 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 هذا المصطلح ديال فاس مزعلك. هذاك شنو قلتوا لك انا؟ اييه حالته حاله مزعلك هادشي. شكرا لك بزاف اسماء شكرا لك انت. يلا صباحكم مبروك سلم عليهم على الطاقم كل سيدي شكرا بزاف. بارك الله فيك شكرا. عائشه وي صباح النور مومو. شكرا كل شيء بخير. بارك الله فيك صباح النور تور ليكيب. مرحبا اش بالك انت في خيلوده؟ مومو خيلوده كيما قلتي لا هي لا هو صافيين بزوج فهي ماشي صافيه سمح ليا هو ماشي صافي وهي ماشي صافيه. الزواج كيتبنى في الاول على الصدق والثقه من الاول. هي قالت انا خبيت السميه ديالي باش ما حيت كيتبع البرنامج باش ما يعرفنيش وكيفاش ما غيعرفكش من صوت كنتي معاه عامين وست شهور دابا ولا عامين وثلاث شهور. وثاني حاجه كيفاش ما غيعرفش القصه بقات غير السميه دونك هي ماشي صافيه وفي نفس الوقت هو ماشي صافي هو مرة ما اختارهاش قال لك هو سيليباتير يعني صافي. هو ما صافي شي ما صافي صافي هو ما صافي شي ما صافي شو صافي وي دونك راه هذا هو المشكل باش كيبقى يوقع مورا الزواج كيتزوجوا شهر شهرين كيبقاو يوقعوا مشاكل وطلاق وكيبداو شوفوا تخرج هادشي بادي بتخرج ما يمكنش يكمل روينه ما يمكنش يكمل مزيان. عائشة الله يلقينا ما نحسن منا يا ربي امين. ميرسي مومو. انت سميتك حقيقي عائشة ولا سميتك عائشة